طب عايز سياده اللواء البعض العاصم عارفين نكون نفهم التفاصيل الصغيره بشان ايه اللي يخلي طياره من النوع ده مع يعني هذه النوعيه من الشخصيات الرفيعه في دوله مفترض انها تكنولوجيا مش هقول يعني متقدمه قوي بس على الاقل يعني مش لدرجه انها يبقى فيها مشاكل تقنيه فيما يتعلق بالطياره. سياده اللواء المسيرة التركية فجأة كده بقى هو ده البطل، يعني الطيارة خرجت علشان تعمل استكشاف وفعلا رصدت معرفش ايه وبعدين بلغت فهم قالوا ايوه احنا نروح في الحتة اللي قالت على ايه فندم الحكاية دي. اولا دي نقطة تحسب لإيران، لإيران لم تكابر. وانها تعلم تماما ان قدرات الدرونز التي تمتلكها لن تحقق لها الهدف المطلوب بأسرع وقت ممكن. لماذا؟ الدرون على حد ما علمنا، الدرون التي تمتلكها الدرونز المسيرة تمتلكها إيران لا تمتلك وسائل التكنولوجية التي تمتلكها طائرات البركتار التركية والتي تستخدم عسكريا ومدنيا. ركز حضرتك على دي. معظم الطائرات التي تستخدم اللي هي درونز الإيرانية للاستخدام العسكري هي تروح تقتل ما تعرفش تنقذ، مش القدرة في أعتقد في وسائل الرصد التكنولوجية، يعني هنا وسائل الرصد تلفزيونية يعني يقدر يشوف بالوسائل التلفزيونية ما بتشوفش الحراري بالحراري، الحراري أكثر دقة. إيه الحراري بقى؟ الحراري يعني تبين من الحرارة بتاعة الجسد الذي تراه الوسائل الحرارية. خد بال حضرتك يعني ممكن أسمعش أنا بس فضل. دلوقتي المنطقة كما قيل فيها ثلج او فيها انخفاض بريده للغايه، بريده للغايه على الاقل، فانا مثلا لو جسمي فوق السطح شويه ممكن الطياره بتغطي تقول لك هنا في جسم بني ادم دافي يعني او حاجه حمراء شويه. معلش كما تعلم حضرتك ان كل مكون كل مخلوق في الدنيا ليه بصمه حراريه معينه وليه درجه حراره، احنا 37 درجه في حاله الحياه بعد الوفاه بتقل هذه الدرجه بالتدريج ولكن بيبقى جزء من ال 37 لفتره معينه. كبد لسه شغال، حركه الطائره كان اكتر من ذلك بكثير. وبعد لو كانت اشتعلت بالذات الطائره اعتقد انها اشتعلت طبعا، فاذا فده اللي بين خفض برضو تدريجيا. الاجهزه اللي موجوده بطائرات البركتار او طائرات المشابهه قادره على رصدها من هذا او من درجه الحراره والبصمه الحراريه الموجوده. وده بيبين ان القدرات الطائرات الموجهه بدون طيار التركيه لها قدرات أعلى وكبيرة للغاية ولذلك تم الاستعانة بها، هي غير موجودة في طائرات الموجهة بدون طيار الإيرانية. واللي بيضع علامة الاستفهام طبعا ليه تركيا كذا، تركيا متقدمة في هذا الموضوع وبتحاول لما تنتج عسكري ومدني وليس عسكري فقط أو مدني فقط. لا تنسى الزلزال اللي حدث في تركيا أكثر من مرة، مرتين او ثلاثه في فممكن الطيران دي ساعدت برضه. ده اتعلموا ان احنا محتاجين لهذا النوع للبحث عن الجثث و و والى فاذا ما اعرفش ايران ليه ما فكرتش في هذا الموضوع ان تجعله. ما ننساش العقوبات الدوليه، العقوبات الدوليه وضع عليها الكثيرين يستسهلها ستظهر اثارها في تلك الظروف صعبه للغايه بتؤثر تاثير كبير. ولازم عشان كده دايما اقول ده ايران تشكر انها عايشه امام تلك العقوبات وتلك التحديات، لكن ده يدل على الحقيقة على عجز شديد ان ليس كما كان يذاع. يعني كان اتذكر في اواخر ايام رمضان كانت احد القنوات تتحدث عن المسيرات الإيرانية التي يبحث عنها الكثيرين، اين هي الان؟ فهذا ليس للتقليل او التفخيم اطلاقا بس حقيقة يعني. لابد ان نرى الامور طبق الحقيقة. ولذلك بقول تحسب لإيران انها رأت الموضوع بنظرة موضوعية تنقذ بسرعة إذا كان أحد منهم أحياء، لأنهم بالفعل هناك من قال أنهم يؤخرون الموضوع حتى هنقول إيه للناس، يعني كلام فارغ. لا كانوا بيدوروا على الجثث بالفعل، كانوا يتمنى أن يجدوا من هو حيا كما نقول دائما بعد أيام في الزلازل أو ما شابه. وتلك المنطقة أقل من 4 درجة مئوية قد تكون فيها جليد بالفعل، أنا لا أعلم. الأمر الثاني يقال أن فيها حيوانات متوحشة وتلك الحيوانات خرجت من البيئات الشتوي ونهمة للغاية، يعني عفوا لازم نقول بصراحة موضوع مؤثر ومؤلم. الله أعلم انفجار الطائرة يعني أحد الأحداث اللي مريت بها، كنت بقول لحضرتك وأنا رئيس أركان المتحدة في نيبال وانفجر الطائرة الأوصال تتقطع، يعني كل ما هو مفصلي سواء الرأس أو مع الانفجار، يعني حصل انفجار ولذلك بيموت فورا الشخص
مع انفجار الطائرة ليس من الحريق، من قطع الأوصال من الضغط الرأس، القدمين، الركب، الفخاذ، الأذرع. يعني عادة الفن في الظروف زي كده مش بيلاقوا جثة وبيلاقوا قطع، بيلاقوا إلى حد كبير، خاصة اللي موجود في مكان معين في الطائرة. يعني أنا بقول حضرتك الخبرة اللي أنا شفتها بنفسي، يعني اللي كان قريب من الذيل كان حظه أفضل شوية من الخلف، خلف طائرة قريب من رأس طائرة، ربما بقى معرفش مكان حسب تنك الطيارة أو ما شابه. الحقيقة أحد المشاهدين فندم بعد بيقول لي حاجة كده ليها علاقة بأنه الطيارة كان راكب فيها 9 و9 في النوع ده من الطيارات كتير. أنا طبعا معرفش لا هي ما اعتقدش تحسب كذلك. هي لا ليها ساعة طبعا، الساعة تجب التسعة أكتر من تسعة تشيل يمكن أكتر، هي تقدر تشيل حتى 2500 كيلو، 2.5 طن. فتسعة أفراد دي معناها بالمتوسط ما يكملش 1000 كيلو في الأساس. لا والمقاعد بتكفي، يعني أنا شفت أنا بقول لحضرتك بتاع فندور استارة خاصة مثلا حتى لو كانت فيكست وينجز طبعا هي السيسنا إنما وبتشيل، كنا 2 فقط في الطائرة غير الطائرين. فأنا برجع أقول لحضرتك لا تشيل، ومش هي لانه معهمش كمان معدات، يعني ليس معهم اللي هي الشدد القتاليه للمظليين مثلا. ايوه وحضرتك اصلا كنت خلفيتك مظليه فمستوعب استطلاع خلف استطلاع او استطلاع صح. طب سياده اللواء انا اخر حاجه بس يعني جاي في بالي في ملف زي كده، هو ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ يعني هم دلوقتي بيقولوا هنعمل تشريح لجثه الناس اللي لقيناها وهنعمل نفتح تحقيق، يعني طب ما هي خلاص الصوره واضحه، يعني على اقل من الفحص واجب. لا يا فندم بيحصل عاده في تلك الظروف على حد خبرتي طبعا في هذا المجال او ما تم على الاقل في الامم المتحده او في اي مكان. اولا بيتم مراجعه الاتي ما قبل الحادث وما الاجراءات الامنيه المفروض ان تتبع اثناء الحادث وبعده، ده بيتراجع كويس جدا جدا. في حاجه تانية، ان تقرير اللي طلعت بالطياره سواء الإقلاع من طهران إلى تبريز أو في اتجاه أذربيجان والعودة، التقرير الذي طلعت به هناك تقرير بيكتب فيش حتى في الطيارة العادية يكتب وصلنا الساعة كذا، بيكتب تقرير قبل الطلوع والعودة ده معروفة. أيوة. في النظام العسكري دي معروفة تمام. طيب بيبتدي بقى كل ده بيدرس كويس جدا، ثم التعامل مع المعدة والجثامين. طب سيادة معلش، هو الطيارات اللي من النوع ده حتى لو كانت قديمة بيبقى برضو فيها صندوق أسود؟ أعتقد على حد علمي على حد علمي ما هو ده مهم بقى لو لقوه يحكي لهم الميكانيكا اللي كان الناس متأكد هذه الطائرة أم لا، لكن على حد علمي جميع الطائرات. ما هو برضو سيادة اللي هو هي برضو أصلحنا في حرج إن إحنا نتكلم عن طيارة تاريخ ميلادها هو تاريخ ميلاد الثورة يعني 79، فقصدي برضو حاجة قديمة قوي يعني ممكن الصندوق الأسود أقدم من ذلك. الصندوق الأسود من ذلك طبعا. فإذا بيتم التعامل مع الجسد الطائرة نفسه والمعدن بكافة مكوناته ويتم تحليله. هل سيادة اللواء معلش لو مثلا في قنبلة جوه الطيارة عارف طبعا، ولو اتضربت طبعا الانفجار لو ضربت بصاروخ، يعني لو كان مؤثر من الخارج بيتعرف، كان شيء متفجر داخل الطيارة أصلا كان قنبلة بتعرف. طب حضرتك لو تفتكر يقولك ممنوع تروح على الطيارة المدني بكذا وكذا وكذا حتى لو في بطن الطائرة التي تساعد على الانفجار منها مش عارف أنواع من المولعات بالغاز مثلا يعني فحتى لو الانفجار بتلك الأدوات السلمية بيتعرف التي غير مقصود بها التفجير كل شيء وتحليل الجثث نفسها لابد ان اولا الجثث تحلل السبب. اعتقد معظمهم ان لم يكن كلهم لن يتم التعرف على الجثه بسهوله اعتقد ذلك، فيتم الدي ان اي عشان نعرف من هذا. اسف في الكلمه بس يجمعوا الاشلاء مع بعضها يعني دي نقطه مهمه جدا اعتقد سياده اللواء بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هنبتدي نستقبل ضيوفنا وهنطرح عليهم المزيد من الاسئله، برضو حاجات ليها علاقه بالجوانب الفنيه للطياره وايه اللي بيحصل جوه الطياره وكلام زي كده، لكن كمان عندنا سؤال كبير وهو ايه بقى النتائج، يعني الحكايه دي حصلت ايه اللي هيحصل بكره وبعده وبعد شهر واتنين، ايه تاثير الكلام ده على البيئه الداخليه في ايران وكمان على ايران في علاقتها بمحيطها سواء المؤيد او المعارض لها، بعد الفصل.